بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناتكم بي كرييتيف. النهارده في خبر كويس، انا اول شغلانه احصل عليها من موقع فايفر كانت بخمسة دولار. طبعا هو المبلغ مش كبير بس بيحقق لك سعاده ان انت بدات تنجح على الموقع وبدات تحصل على اول تقييم في الموقع، ودي بتبقى حاجه كويسه جدا ان انت ان شاء الله باذن الله تكبر ويجي لك شغل اكتر في الموقع. الموقع عبارة عن ان انت بتعرض جيجز، الجيجز دي عبارة عن سيرفيس انت بتقدمها، في بعض السيرفيس بخمسة دولار وفي طبعا بعشرة وفي بخمستاشر وفي اكتر من كده طبعا، بس يعني بتبتدي بفايف بوكس او اللي هو خمسة دولار. الشغلانة اللي انا عملتها كانت فصل كروما وتغيير الباك جراوند وعمل مونتاج للفيديو اللي انا هوريه لكم دوت. هنشوف مع بعض الخطوات اللي انا مريت بيها من ساعه ما الكلاينت عجب الشغل بتاعي من البورتفوليو اللي انا هوريكم ازاي تعملوه لحد ما اداني تقييم في الموقع وانا كمان دخلت واديته تقييم. تعال نشوف الخطوات دي مرت ازاي. يلا نبدا. دلوقتي احنا دخلنا على موقع فايفر وزي ما انتم شايفين في نقطه حمراء اهيت على المسج، ده معناه ان في رساله جديده جات لي. ضغطت عليها لقيت اهوت مكتوب يو هاف ا نيو اوردر فروم، ده اسم الكلاينت. فبدات اضغط عليها، هنا حاطط ستارت، ده رقم الاوردر والشغلانه ديت بتساوي 5 دولار. طبعا ده اسم الباير او المشتري وده التاريخ بتاعه. انا هضغط على I have all the information I need، انا عارف كل الطلبات بتاعت العميل وعارف هو عايز ايه بالظبط، واساسا انا عملت له الشغل وبعته له وهو وافق عليه. فخلاص هضغط عليها وهدوس هنا start order. بمجرد ما هدوس على start order هيبدا يعدي لي كاونتر عشان يحسب لي الوقت المتبقي عشان خاطر اخلص الشغلانه ديت. بالفعل اول كاونتر بدا يظهر قدامك يومين عشان تسلم الشغل بتاعك. فانا اساسا المفروض ان انا مخلص الشغل دوت، فهبدا اعمل ديليفر ناو عشان ابقى سلمت الشغل بتاعي عن طريق الموقع. هنا كانت كاتبالي اي لايك ذا باك جراوند اللي موجوده في الشغل اللي انا كنت عامله، كنت عامل ريموف لباك جراوند في فيديو الكروما قبل كده. انا طبعا اتاخرت في الرد عليها، بس هوريكم الجيج بتاعتي او العرض بتاع الاوفر بتاع الشغل هنا نفسها. ريموف جرين سكرين ان اني فيديو، هعمل له بريفيو عشان تشوفوه. ده الفيديو اللي انا كنت اشتغلت عليه، ده ستوك فوتج اساسا موجود على موقع، هسيب لكم الرابط بتاعه. عملت له داونلود واشتغلت عليه كاني عندي كلاينت، وده ما كانش كلاينت ولا اي حاجه، ده سامبل انا خدته وبدات اشتغل عليه وشلت الكروما. حسيت ان هو ممكن يجذب نظر الناس يعني كده، وفعلا عجب الناس. هو طبعا حاطط شغل برضو انا بعمله لنفسي، الفيديوز اللي انا بعملها على اليوتيوب، بس دوت حسيت انه هيلفت نظره. فهنا بنرجع تاني للجيتشات اهي، بتقول لي عاجبها الباك جراوند ديت، انت ممكن بقى تشيل الباك جراوند ديت وتحط لي ماي اون ديسك. فقلت لها اوكي تمام شور بالتاكيد تمام. فبقول لها هنا تبعت لي الفيديو على وي ترانسفير، فقالت لي وات از وي ترانسفير، ايه هو الوي ترانسفير دوت. فقلت لها ده اللينك بتاعه، ده موقع عشان تقدري تعملي ابلود للفيديوز بتاعتك لو فيديوهات كبيرة ولا حاجة، وانا اقدر اعمل لها داونلود. فقلت تمام، انا رفعت كده الفيديو وهو عايز الايميل بتاعك عشان تبعت لي اللينك. فبعت لها الايميل، فقلت لي do you have other home office option، او كانت عايزة ان انا احط لها باك جراوند من عندي. هي بعتت لي تو سامبل، فانا بعتها على الموقع دوت، موقع بيكس باي. طلع ده فيه صور كتير ممكن تقدري تعملي عليهم اوفيس وتقدري تعملي سيرش عليه تمام. فانا طبعا قلت لها الباك جراوند بتاعتك نايس كويسه وكل حاجه، وبس شوفي ايه الحاجات اللي انا بعتها لك ديت. فبعت لها كذا ملف، بعد كده قلت لها تمام انا هبدا ايه اشتغل عليهم دلوقتي، وقمت مديها ايه كذا سامبل، قلت اخد رايها يعني. غيرت لها طبعا، خدت الفيديو وبدات اشيل الكروما، وبعد كده حطيت ثلاثه باك جراوند وقلت ابعت لها علشان خاطر اللي هتختاره هبدا على طول اعمل له ريندر واعمل اكسبورت للفيديو بتاعي. وطبعا عمليه الاكسبورت والريندر دي بتاخد وقت طويل، فطبعا مش معقوله، لازم اخد منها كونفرميشن، وده افضل حاجه. ده اول سامبل، ده اوبشن نمبر 1، وده الاوبشن الثاني، وهو ده اللي عجبها وقالت لي اشتغل عليه، وده الاوبشن رقم 3. كل ده وبرد عليها في الشات يعني تقريبا على طول عشان خاطر
ابقى معاها، فقالت لي واو ذيس ار نايس اي لايك وان ويز بلاك لام. قلت لها تمام نايس اي ويل ميك ريندر تو ذيس اوبشن 3. اكدت عليها برضو عشان خاطر قالت لي تمام اوكي. قلت لها اوكي اي هاف فينيشد ريندر. تقريبا بعد مرور 6 ساعات كنت خلصت، فبعت لها الفايل اتاشمنت هنا زي ما انتم شايفين، وقلت لها اي هوب يو لايك ات. ده جزء من الفيديو اللي انا بعته لها. تمام الفيديو هنا اي هوب يو لايك ات، قالت لي فيري نايس تمام. فانا هنا ايه ببدا بعمل لها ديليفر للفيديو، ديليفر نيم عشان خاطر اسلم الموقع، اسلم الشغل بتاعي عن طريق موقع فايفر مباشره. بضغط على ديليفر نيم، بعمل ابلود لملف الفيديو. طبعا تتاكد من ملف الفيديو قبل ما تبعته عشان ممكن يكون سامبل او مش هو الفيديو الفاينل اللي انت هتبعته. تمام هو ده الفيديو، ابدا اعمل له ابلود. وفي الجزء الخاص بالديسكريبشن ببدا اكتب وصف كده للشغل اللي انا عملته، وهو عباره عن ايه وايه اللي تم فيه بالظبط. هو حاطط لك هنا الماكس سايز 1 جيجا، وابدا ادوس على ديليفر وورك. تمام قال لي هنا علمني علامه صح، ذيس اوردر ويل بي ماركت از اكومبليتد ان 3 دايز. تعالوا نروح هنا للاوردر ونشوف الاوردرز عندنا. في delivered هنا هلاقي مكتوب جنبها واحد ان انا سلمت الشغلانه بتاعتي للكلاينت. لو رحت للايرننج هلاقي هنا اضاف لي 4 دولار، اللي هو طبعا موقع فايفر بيخصم دولار من الـ5 دولار مقابل ان هو قدم لك الشغل دوت. دي طبعا المحادثه اللي ما بيني وما بين الكلاينت. زي ما انتم شايفين دلوقتي بيقول لي ان انا لو عايز اعمل اي conversation مع الكلاينت دوت يبقى عن طريق صفحه الاوردر بيج. ده طبعا عشان هو عارف ان انا عندي دلوقتي اوردر فعلي مع الكلاينت دوت، فنروح الاوردر بيج افضل ان احنا نعمل التشات. طبعا هنا ايميل جالي اهوت من فايفر بيقول لي كونجراتيليشن ان ده اول اوردر انت تعمله في الموقع. وهتلاقي فايفر بيبعت لك كل شويه ايميل، يعني مثلا يو جاست ريسيفد ان اوردر فروم اسم الكلاينت، فعلى طول بيبعت لك ايميلات هتلاقيه بيتابعك على طول اهوت، وبيديك رقم الاوردر والبرايس وكل الديتيلز يعني بتاعت الشغلانه اللي انت هتشتغلها في الموقع. نرجع هنا للموقع نلاقي ان العميل قيمني واداني 5 ستار، ولو ضغطت على ريفيوز هلاقي هنا التقييم بتاعك وطبعا الدوله الخاصه بالكلاينت، وكاتب هنا جريت اكسبيرينس. وانا رديت عليه كتبت له ثانك يو فيري ماتش. وهنا انا واقف على الداشبورد زي ما انتم شايفين، الريسبونس تايم او الوقت اللي انا بستغرقه اللي لحد ما رديت على الكلاينت اول مره ظهر طبعا 18 ساعه. تعالوا بقى نشوف هنا الجزئيه ديت. هي بس اضغط على مسج انبوكس، ودي المحادثه اللي ما بيني وما بين الكلاينت. عايز اوريكم بس حاجه، لما جه هنا خلاص انا عملت له الفيديو وبعته له، قال لي اوكي تمام اي اللي هو فيري نايس ديد يو سند ذا جيج سو اي كان بي كده. هنا انا ما فهمتش الجزء دوت، فالمفروض ان انا في الجزئيه ديت ببعت له الجيج بتاعتي عشان خاطر موقع فايفر بيبعت له ريكويست، بيبعت له ايميل بيقول له ان في حد من الفريلانسر بيبعت لك طلب ان انت تشوف الجيج ديت، ولو عمل لها اكسبت بيبدا نوتيفيكيشن بتجيلي ان في كلاينت طالب اوردر. فانا على طول قمت داخل وبعت له هنا من البطن دوت كرييت ان اوفر، بضغط عليه واختار الجيج اللي هو الخدمه اللي انا بقدمها، وبختار هنا سيلكت جيج باكج، وبكتب له ديسكريبشن وبختار هخلصها في قد ايه وهسلمها له في قد ايه وسعرها كام، وبعد كده بقوم دايس سبميت اوفر. الاوفر دوت بيروح له هو من موقع فايفر، بيبعت له مسج، اول ما بيعمل لها اكسبت بيجي لك على طول ايميل ان في حد طالب منك الخدمه دي. طبعا هيفرق معاك ان انت ترد على العميل كويس، لان بيظهر ان انت بترد بعد قد ايه. يعني مثلا انا اول ما جالي الكلاينت دوت انا رديت بعد تقريبا بعد 18 ساعه، وده كان وقت طويل جدا لدرجه ان حسيت ان الكلاينت ده ممكن يشوف اي حد تاني في الموقع يعمل له الشغلانه اللي هو عايزها، لو طبعا في ناس كتير مقدمين نفس السيرفيس.
لكن الحمد لله هو فعلا فضل منتظر لحد ما انا بعت له على المسج شور وكده، وكتبت له فيه ان انا ممكن اقدر اعمل له الشغل دوت، فبدا يتواصل معايا لحد ما بعت لي الفيديو. زي ما انتم شايفين الحمد لله خلصت له الشغل. فطبعا ما تيأس وخليك على الموقع، اعمل بورتفوليو كويس، حاول تحط في معرض الاعمال افضل الاعمال اللي انت بتعرف تعملها. حتى لو بعد كده خد بالكم ان الكلاينت ممكن يطلب منك شغل تاني، فلو الشغل التاني ده انت بتعرف تعمله كويس اوكي جو اهيد، لو اول مره تعمله ما عملتوش قبل كده بس فاهم فيه برضه وضح له، خليك اونست معاه وامين في المعلومه عشان خاطر يديك تقييم كويس ويقدر يعتمد عليك في الشغل ده. وربنا يوفقكم في الموقع ان شاء الله، واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.